ماورو التاموري ليس كسواه من تجار السيارات، فهذا التسكاني المولع بالسيارات القديمة يعمل على استيراد سيارات فولكس فاغن كلاسيكية من طراز كومبي من البرازيل لترميمها وبيعها هنا في قلب مدينة فلورنسا الإيطالية. وقع ماورو في حب هذه الحافلات الصغيرة عندما كان يعمل في البرازيل، حيث استمر إنتاج هذا النموذج الكلاسيكي حتى العام 1975 بعدما كانت ألمانيا توقفت عن تصنيعه في العام 1967. يكفي أن تدير المفتاح لتنطلق، وبمجرد أن تفتح الزجاج الأمامية تشعر كأنك تقود دراجة نارية، يمكنك التنقل فيها والتوقف في أي مكان للنوم حتى داخلها. أظن أن ولادات عدة حصلت فيها، وهي شكلت خصوصا مكانا للمواعدة. سيارة تتسع لتسعة ركاب ولكثير من الأمتعة، وتتمتع بنظام ميكانيكي صلب يقتصر على الأساسيات. بالنسبة لجاكومو نوتشي عبقري الميكانيكي في المرآب، لم يشهد قطاع صناعة السيارات أفضل من هذا الطراز حتى اليوم. ليس من السهل أن تستعمل سيارة حديثة لخمسين عاما، أما هذه فيمكنها السير خمسين سنة أخرى إن تمت صيانتها جيدا. وتستغرق عملية إعادة الحافلة الصغيرة إلى وضعها الطبيعي ستة أشهر في المعدل. ويمكن لزبائن هذا المرآب الاختيار بين إصلاح تام أو جزئي للسيارات أو تكييفها بحسب الرغبة كوضع محركات محددة أو هيكل خاص. هذا الصدأ على هيكل السيارة مثلاً ترك عمداً بناء على طلب زبون يهوى المقتنيات القديمة، وهنا استبدل المحرك الأصلي للسيارة بمحرك بورش. ومن الصعب أيضاً إيجاد قطع غيار لهذه المركبات نظراً إلى توقف فولكس فاغن عن إنتاجها، ولهذه الندرة ثمن، إذ إن كلفة تجديد هذه السيارات تراوح بين 10 ألاف يورو و50 ألفاً.